السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندس أحمد مجاهد. كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم عن الحمامات العامة أو البابليك تويليت. الحمامات العامة دي إيه اللي بنهتم فيها؟ الحمامات العامة دي أولا بتبقى موجودة في المستشفيات، بتبقى موجودة في المكاتب الإدارية، في الشركات، في المصانع، الحاجات اللي بيحتاج فيها أكثر من شخص إن هو بيتردد على الحمام، تمام؟ فهو حمام عام. هنشوف الامور دي على ارض الواقع، تمام. احنا دلوقتي اثناء تركيب السيراميك بتاع الحمام. احنا عندنا طبيعه الحيطه، حائط خرساني، تمام، وبعد كده ركب عليه بلاستر، وبعدين الماده والسيراميك، تمام. والراعي ان السيراميك هنشوفه طبقا اصول تركيبه بتبقى ازاي على الطيب بتاعه، بحيث ان هو قطعيته بتبقى على حافه الطيب زي ما هو موضح بالشكل، وهو مقارب للصرف بتاع الحوض عشان خاطر الميه، عشان خاطر الحساس الخاص بالحوض، حوض رقم واحد او اثنين او ثلاثه، تمام. وكذلك الستريب لايتنج الخاص بالاناره بتاعه المرآه الخاصه بالحوض، تمام. هنشرح الحاجات دي خطواتها من اول البؤج وتركيبها والخطوط اللاين والدوتس بتاعتنا واللاينات بتاعتنا، وكذلك المراحل الستيب باي ستيب اول باول. تابعونا الى اخر الفيديو ان شاء الله. اهلا بكم مره تانيه. دلوقتي يا جماعه احنا هنتكلم عن الحمامات العامه. طيب الحمامات العامه بالنسبه لنا لازم نكون عارفين طبيعه المنشا بتاعنا، الحائط بتاعنا هل هو حائط استراكشر ولا حائط اركيتكتشر، تمام. طيب هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا ان هو لو حائط استراكشر انا كنت حاطط الكوندويت بتاعي اثناء قبل الصب، اثناء تاسيس الحديد الريبير، تمام، اثناء تاسيس الحائط وقبل الصب. طيب حطيت الكوندويت بتاعي امبيدد، تمام، وبعد كده حطيت مكان الباك بوكسات فوم، ولما باجي بخش في مرحله الدق والتركيب ان انا اركب الباك بوكسات بشيل الفوم وبحط مكانه وبحط مكانه العلبة بتاعتي. طيب العلبة الباك بوكس بتاعتي تفاصيلها ايه؟ خلينا نبتدي الاول بالماتيريال المستخدمة عندنا. احنا عندنا كوندويت امبيدد، تمام، ركبته في الحيطة، تمام. لو هو اركيتكتشر بقطع له في الحيطة وبركبه، ولو هو استراكشر زي ما قلت اثناء الصب بنكون حاطينه. طيب بعد كده لما باجي بركب العلبة بعمل ايه؟ بعمل حاجتين، بحتاج علبة وبحتاج ادابتور. نوعين الادابتور، في فيميل وفي ميل. خلينا نشوف بالتفاصيل. ادي ده الادابتور، ده ادابتور عندنا، تمام. ده الادابتور، الادابتور ده وان فيميل، تمام. ده شكل الفيميل بتاعنا، هو ادابتور بي في سي، تمام. في ادابتور اي ام تي. طيب انا هستخدم امتى ادابتور اي ام تي وادابتور بي في سي؟ تمام، طبقا للشغل بتاعي لو هو امبيدد ولا اكسبوز. طبعا الشغل الامبيدد فانا هحتاج ايه؟ بي في سي. طيب لو اكسبوز هحتاج اي ام تي. طيب ادي الادابتور الفيميل، الميل بيبقى بالشكل دون، الميل بيبقى بالشكل دون، تمام، بي في سي برضه، تمام، بيبقى الورده، تمام، والادابتور نفسه ايه؟ بالشكل دون، تمام، بي في سي وام تي نفس الشكل، تمام. احنا هنا عشان هنشتغل امبيدد فاحنا هنستخدم بي في سي، فهنستخدم الادابتور البي في سي. طيب بيبقى له سايزات احجام بناء على ايه؟ بناء على حجم الكوندويت المستخدم. انا مستخدم هنا كوندويت 25 مللي، فانا بجيب ادابتور 25 مللي، تمام. العلبه الباك بوكس بتاعتي او البيس بوكس بتاعي بيبقى ابعاده عباره عن ايه؟ 7 سنتي في 7 سنتي، تمام. ده الستاندر او المقاس الستاندر بتاعي اللي بقدر بعد كده اركب عليه الاكسسوارز والوش والتشطيب بتاعي لما هنشوفه في المراحل المتقدمه ان شاء الله. طيب العلبه دي الادابتور ده بركبه ازاي؟ بركبه في الماسوره، بيبقى عندي ماسوره، بيبقى عندي الماسوره في الحائط بالشكل ده، دي الماسوره، تمام. باجي بركبها في الادابتور، باجي بركبها في الادابتور، بروح مركبها كده في الادابتور بالشكل ده، اروح مركب الادابتور كابس في الماسوره بداخل الحائط، تمام. وبعد كده بركب بحط الباك بوكس في مكانه، تمام، وبعد كده بدخل الجزء الثاني من الادابتور بتاع الفيميل، تمام، بدخله في بداخل العلبه من الداخل بالطريقه دي، تمام، وبلفه، بلف الادابتور، هو طبعا الماسوره بتبقى ثابته، فبالتالي بلف الادابتور لحد ما يتربط بالشكل ده.
وبيبقى الشكل النهائي لينا. ادي الادابتور ملفوف بداخل متثبت جامد، ما فيش فيه اي فراغات او سبيس، زي ما الاستشاري او اثناء التسليم بنعمل انسبكشن بيبقى الاستشاري بيهتم ان الادابتور مقفول جامدا، مقفول كويس على الكوندويت والباك بوكس. طيب احنا بعد ما قفلنا الادابتور ودي طريقه التركيب وطريقه الماتيريال، خلينا ننتقل دلوقتي الى نقطه ثانيه الا وهي الابعاد بتاعتنا اللي لازم نراعيها. النقطه الثانيه اللي لازم نهتم بيها يا جماعه الا وهي الابعاد بتاعتي. طيب الابعاد بتاعتي بتتحط ازاي؟ احنا طبعا ابعادنا الكهربيه بتبقى على حسب الفرش بتاعنا. فانا عندي مثلا حوض هنا محتاج اشغل له سنسور يتحكم في فتح الفالف بتاعه والميه بتاعته، تمام، فبركب له سوكت او مخرج اوتلت في الجنب دوت، تمام، على البعد المناسب لي. نفس الكلام عندي برضو مخرج هنا ميه، تمام، فبركب له الباك بوكس بتاعي، وهكذا. عندي اربع في المنطقه اللي انا فيها دي او في الحمام اللي انا فيه، عندي اربع احواض باربع حنفيات، كل حنفيه فيها سنسور مسؤول عن تحكم في فتح الفالف بتاعه. فانا دلوقتي بان عرفت ان انا محتاج اربع باك بوكسات، سقطتها على الرسم الالكتريكال بالابعاد بابعاد المهندس الميكانيكا، تمام. بيجي بعد كده مين؟ بيجي بعد كده المهندس المعماري يشيك على الابعاد بتاعتنا طبقا لايه؟ طبقا للطيل او البلاطه المستخدمه. لما بيجي بيحط سيراميك الحوائط هو عاوز يحط مهندس الانتيريور او الديكوريشن عاوز يحط الباك بوكس بتاعي في منتصف الطيل ولا في الحرف بتاعها ولا مشتركه مع اتنين طيل، تمام. كل دون اللي بيتحكم في شغله هو المهندس الانتيريور، فانا بلتزم بالابعاد اللي هو بيديها لي بعد ما انا حطيت ابعادي، تمام. ولما باجي بشتغل شغلي بستخدم الابعاد بتاعته. طيب الابعاد بتاعته الحائط بتاعنا هنا هيبقى فيه تايلز سيراميك وهنا هيبقى فيه سيراميك، فانا بالتالي لازم اعرف بدايه الطيل فين ونهايتها فين. فانا عشان ابعد عن الاخطاء اللي بنقع فيها مع المهندس المعماري هو بيرسم لي مهندس المساحه الخط الفيرتيكال لاين اللي هيبتدي منه الطيل، تمام، والخط الهوريزونتال لاين اللي فيه ال1 متر عشان اقدر اعمل الارتفاعات بتاعتي مناسبه. فخط الفيرتيكال لاين هو بدايه الحيطه بتاعتي بعد السيراميك، وده هنشوفه في مرحله التشطيب بعد ما شكل الحمام ينتهي منه، وبقيس من عنده الباك بوكس بتاعي. ادي عندي باك بوكس اهون، تمام، بقيس من اول الخط الفيرتيكال لاين اللي مديهولي مهندس المساحه لحد الباك بوكس بتاعي. سنتر الباك بوكس بيقول لي ان هو 72.5، تمام، المقاسات بتاعتنا بنقيسها من سنتر الباك بوكس، تمام. فال 72 سنتي دون من اول الفيرتيكال لاين بنهتم بالمسافات دي اللي بيديها لنا المهندس المعماري بناء على الخط الفيرتيكال لاين لمهندس المساحه، والارتفاع بتاعي تمام بناء على الخط الهوريزونتال برضو ال1 متر لاين اللي بيديهولي مهندس المساحه او المهندس المعماري، تمام. طبعا العلبه لازم تكون انها قريبه من الصرف والتغذيه، تمام، ولكن بيبقى في ديستنس منهم سيف سايد عشان خاطر ايه الكهرباء والتاثير، ما يكونش بنسيف نفسنا كشغل كهرباء ما يبقاش جنب الميه المخارج بتاعتنا بطريقه كبيره. حتى لو احنا قسنا المسافه ما بينهم هنلاقي ان المسافه ما بين المخرج الميه والعلبه بدايه العلبه عندي 16 سم، فانا كده في السيف سايد مش متقاربه عشان ما تعملش اي خطر ماس كهربي فيما بعد لاحقا. كذلك نفس الكلام بطبقه على العلبه الثانيه، كذلك نفس الكلام بطبقه على العلبه الثالثه للحوض الثالث والعلبه الرابعه للحوض الرابع، تمام. من الامور برضو اللي احنا مستخدمينها هنا في الحمام الا وهي شريط الاضاءه، شريط الاضاءه اللي بيزين الحائط او المرايات بتاعتي المستخدمه امام الاحواض، تمام. وشريط الاضاءه ده بيبقى التغذيه بتاعته، تمام، من فوق من الفور سيلينج، تمام، وبيبقى فيه مخرج في ظهر شريط الاناره، والمخرج دون عامل له باك بوكس هيبقى ورا المرايات، تمام، ومحطوط على الابعاد بتاعته طبقا للرسم المعماري بتاعي. نيجي بعد كده ننتقل الى الحاجات برضو المهمه اللي لازم نهتم بيها في تركيب الباك بوكس بتاعنا كالكتريكال. النقطه التاليه الا وهي الحاجه اللي لازم نهتم بيها في تركيب الباك بوكسات بتاعتنا الا وهي الدوتس واللاينز. طيب الدوتس دي اللي هي البؤج بتاعتنا،
لازم اكون عارف الحيطه دي هيتحط عليها ايه، هيتحط عليها سيراميك ولا هيتحط عليها رخام ولا هيتحط ولا محاره وفقط، محاره ودهان فقط. طيب الحاجات دي بتهمني في ايه؟ بتهمني ان انا اقدر اظبط البروز الباك بوكس بتاعي. طيب بروز الباك بوكس بتاعي من الحائط او غطوسه ده بيعتمد على ايه؟ على الدوتس. ان انا بيديني مهندس المعماري اربع دوتس، اربع دوتس على الحيطه بتاعتي او اكثر، تمام، بقدر اشد عليها خيط، تمام، او لاينات. الخيط دون بيقدر يظبط لي البروز والدخول للباك بوكس بتاعي على سطح الحائط. طيب انا الحيطه بتاعتي هنا محتاجه ان هي هيتحط عليها محاره، وبعد كده هيتحط سيراميك، والسيراميك هيتلزق بماده. فانا المحاره بتاعتي والسيراميك بتاعي الثيكنس بتاع السيراميك لازم اكون عارفه، وكذلك الثيكنس بتاع الماده. دي يا جماعه شكل الباك بوكس، ادي باك بوكس اهو واحنا شادين عليه الخيط. الخيط ادي اول خيط، ادي بؤجه، تمام، دي بؤجه عليها خيط رايح للبؤجه الثانيه، بؤجتين، ادي البؤجه الثانيه اهي، تمام، الخيط مشدود على البؤجه وطول المسار، وبعد كده خيط بالافقي بالشكل دون اهو، ادي واحد وادي اثنين. الخيطين دول، تمام، الخيطين دول المفروض احنا قلنا ايه؟ ان الخيط الاولاني اللي على البؤجه دون احنا السيراميك بتاعنا فوق البؤجه، يعني البؤجه دي هي قيمه المحاره، البؤجه بالشكل دون، البؤجه دي هي قيمه المحاره، قيمه الاسمنت او البلاستر اللي هيتحط على الحيطه. طيب السيراميك، السيراميك له ثيكنس، سمك، السمك دون، تمام، لازم نكون عارفينه اللي هو 1.2 من 10، 1.2 من 10 دون، تمام، هيبقى فوق البلاستر او فوق السيراميك، فوق الاسمنت. فبالتالي انا العلبه بتاعتي او الباك بوكس بتاعي المفروض اظبطه ان هو هياخد تخانه المحاره زائد تخانه السيراميك. فانا المحاره ظبطتها باللاين دون، باللاين دون اللي على اللي على الدوتس، تمام، واللاين الثاني او الخيط الثاني دون هو قيمه السيراميك او الثيكنس بتاع السيراميك اللي هو 1.2 من 10. وابقى كده انا حققت الشرط بتاعي اللي هو سماكة السيراميك. ده شرح مبسط للموضوع، وشكرا جزيلا. النقطة الثانية ألا وهي الميزان المائي بتاعي، لازم العلب بتاعتي تكون موزونة افقيا ورأسيا، تمام، بميزان مياه، لا هي معوجة ولا هي بارزة. طب ليه؟ طب انا عشان انا لما باجي بركب بعد كده، اركب بعد كده الاكسسوارز بتاعتي او الوش بتاعي ما لاقيهوش معوج يمين او شمال، وده هنشوفه في التشطيب وطريقة استخدام الميزان. كده انا بقيس فيرتيكال لاين، لو جينا بصينا على المياه زي ما هو موضح في الشاشة، المياه بتاعتي هنا لازم تكون في السنتر، يبقى انا كده العلبه بتاعتي موزونه صح، تمام. كذلك لما اقيسها هوريزونتال لازم تكون المياه بتاعتي في السنتر، في بينه في شرطتين في المنتصف ونقطه فارغه، هواء فارغ، لازم يكون الهواء الفارغ ده مظبوط في منتصف الشرطتين دول. كده كده يبقى انا وازن العلبه المياه بتاعتي بطريقه سليمه ومحافظ عليها جيدا من اي تركيب خطا، تمام. بعد كده بقفل العلبه بتاعتي بغطا كفر، وقبل ما بقفل العلبه بتاعتي بغطا كفر زي ما هو موضح في الصوره، بحط شريط شداد، خط شداد للعلبه بتاعتي، بحط خط شداد بداخل المواسير بتاعتي لاتاكد من سلامه المواسير بتاعتي قبل اعمال المحاره والسيراميك، عشان ما اجيش بعد كده لما اجي اشد سلك وفاجئ ان المواسير بتاعتي او الكوندويت بتاعي مكتوم او مكسور او اي شيء من الاعمال السابقه اثرت على الكوندويت بتاعي، وبالتالي هاجي بعد كده التكلفه هتبقى غاليه، عشان لما اجي اصلح الكوندويت مضطر ان انا اكسر المواسير بتاعتي، مضطر اكسر السيراميك اللي ركبه المحاره، ودي كلها تكلفه. فلازم الشداد بيحفظ لي المسارات بتاعتي ويتاكد من سلامتها، تمام. وبقفل في نهايه الشداد بعصفوره زي ما شرحنا في الفيديوهات السابقه قبل كده، لما كنا بنستخدم مواسير، لما كنا بنستخدم ماتيريال بي في سي، تمام، في الفيديوهات في الدق والتركيب هتلاقوها، اللينك بتاعها في اعلى الشاشه او في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بنأكد على نقطه مهمه جدا الا وهي ان المواسير بتاعتنا او الكوندويت بتاعنا، الريسويس بتاعتها، المسارات بتاعتها ماشيه بتمشي ازاي. لو احنا اناره فهي بتمشي عن طريق السقف، تمام، ولو احنا سوكت ممكن في طريقتين، ان انت تمشيهم عن طريق السقف وان انت تمشيهم عن طريق الفلور، عن طريق الارض، تمام. طيب لكل دور على حده. طيب دون ايه الفرق، امتى استخدم ده وامتى استخدم دون؟ على حسب ارتفاع الدور بتاعي. انا الدور بتاعي هنا ارتفاعه 5 متر، عالي جدا،
فانا لما اجيب الماسوره بتاعتي من السقف وانزلها لعلبه المفروض ان هي هتترمي على الفاينل فلور بتاعها الاف اف ال، تمام، هتترمي على ارتفاع 60 او 40، فانا دلوقتي يبقى انا كده بهدر في الماسوره بتاعتي هتمشي مسافه 4.5 متر تقريبا، تمام. انما لو انا همشيتها على الارض السلاب اللي قبليها، تمام، فانا كده همشيها على ارتفاع 40 50 سنتي او 60 سنتي، وده هيبقى موفر ليا في الريس ويس بتاعتي اللي انا استهلكتها لكل دور. طبعا احنا لما بنتكلم على علبه واحده احنا ما بنتكلمش على علبه واحده، احنا بنتكلم على جميع العلب اللي في الدور كله، ده كله هيفرق معايا في عدد الامتار. يا رب نكون وضحنا لكم كل شيء. هذا انا احمد محمد مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.